يواصل معرض الخريف بنسخته الرابعة والثلاثين استقبال زواره من داخل مملكة البحرين وخارجها معرض الخريف الذي انطلق في الحادي والعشرين من ديسمبر تتواصل فعالياته لغاية التاسع والعشرين من ديسمبر الجاري في مركز البحرين العالمي للمعارض وتقام لأول مرة ثلاثة أجنحة جديدة تمثل كل من المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية ومملكة تايلاند ويقدم معرض الخريف على مدار تسعه ايام خيارات متنوعه من الترفيه والضيافه مع توفر تشكيله كبيره من المطاعم والمقاهي ومنطقه العاب كبيره للاطفال، كما تتنوع المعروضات بين مواد غذائيه من عسل وزيت وزعتر وحلويات ومكسرات وتوابل، اضافه الى الملابس والعطور والذهب والاكسسوارات وغيرها من خلال 557 عارضا من 16 دوله حول العالم. بما يلبي اذواق واحتياجات جميع المتسوقين من عائلات وزوار من مختلف الفئات العمريه